أهلا بيكم في برنامج إزاي تعمل فلوس. تعرف إن ممكن الحياة تجبرك إنك تعمل فلوس، والغريب إنك ممكن تكون مش عايز، أو بمعنى أصح مش فاهم. زي قصة واحد اسمه واليس جونسون، كان بيشتغل في ورشة أخشاب من وهو صغير، واتجوز وخلف وقعد يشتغل في ورشة الأخشاب لحد ما وصل سنه لأربعين سنة. وهنا تحصل المفاجأة، يطردوه من ورشة الأخشاب اللي قضى معظم عمره فيها، انطرد من الشغلة الوحيدة اللي تعلمها في حياته واشتغلها لحد ما وصل 40 سنة، وما يعرفش يشتغل شغلة تانية غيرها. انطرد وهو عنده بيت وعنده أولاد وهو المسؤول عنهم، ودي مشكلة ممكن تحصل أو حصلت بالفعل لناس كتيرة. بس الصدمة بتكون صعبة في الأول وبتاخد وقت وبعدها بتعدي، وده اللي حصل لواليس. خد وقته من الصدمة، وبعدها قام من صدمته يشوف هيعمل إيه. فكر ولقى إنه ما عندوش حاجة يملكها غير البيت اللي عايش فيه. فكر يبيعه، لكن هيعيش فين؟ وفي الآخر لقى إن الحل الأفضل إنه يرهن بيته، وفعلا رهن البيت وأخد فلوس الرهن وبنى بيتين صغيرين. وكان تصميم البيتين مميز، علشان كده جاله ناس كتيرة عايزة تشتري البيتين، وفعلا باع البيتين بمبلغ كويس وفك رهن بيته. وبسبب التصميم المميز للبيتين جاله عروض كتيرة من مقاولين علشان يشتغلوا معاه ويبني ليهم بيوت بتصميم مميز. لما وصل سن 45 سنة، يعني بعد 5 سنين من طرده، بقى متخصص في انه يبني بيوت، وكسب فلوس كتيرة جدا وزادت مشاريعه وحقق ثروة بالملايين. بعد كده بنى أول فندق خاص بيه وسماه هوليداي إن، من أشهر الفنادق اللي موجودة في كل بلاد العالم. وبقى واليس غني، وقال مقولته الشهيرة إنه نفسه يعرف مكان مديره اللي طرده من ورشة النجارة علشان يروح يقدم له ورد ويشكره على إنه طرده. الظروف اللي ممكن تجبرك إنك تبقى غني، فأقبل بأي ظروف تتحط فيها، لأنها ممكن تبقى سبب إنك تغير حياتك وتبقى غني، بس بشرط إنك ما تستسلمش وتخلق الفرص وتجتهد وتتعب لحد ما تنجح. كتير من الناس عايزين يعملوا فلوس، ولو سألت معاك فلوس علشان تبتدي يقول لأ. طب عندك فكرة مشروع؟ يقول لأ. طب عايز تعمل إيه؟ يقول عايز أكسب فلوس وبس. طب إزاي عايز تبقى غني من غير فكرة، من غير مشروع، من غير مجهود، من غير خطة، من غير حلم ولا هدف؟ وللأسف دي أسباب الفقر. القرارات المالية والفرص اللي ممكن تعمل منها الفلوس لازم تبقى مستعدلها علشان تعرف تستغلها. وأول حاجة إنك تظبط فكرك إنه يكون مستعد إنك تكون غني. فكر إزاي تبقى غني. تابعنا علشان تعرف أكتر معانا. معاكم أيمن ياسين في برنامج إزاي تعمل فلوس. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل موضوعنا. معظمنا أكيد سأل نفسه أسئلة، زي الأسئلة مثلاً إزاي أبقى غني؟ إزاي أجيب فلوس؟ إزاي أحسن مستوى معيشتي؟ طيب لو سألت نفسك الأسئلة دي عملت إيه؟ أنت شايف إنك مستعد إنك تكون غني؟ طب ليه في ناس بسهولة بتعمل فلوس وفي ناس بتتعب عشان بالعافية يكفي نفسها ولو قدرت؟ الكاتب بول ماكينة في كتابه أستطيع أن أجعلك غنياً، من الكتب اللي حققت مبيعات عالية جداً، قال لنا أنت مفكر إن اللي بيعمل فلوس ده ذكي أو بيشتغل كتير أو إنه محظوظ؟ للأسف ولا حاجة من دي. أمال إيه؟ قال لنا اللي بيعرف يعمل فلوس بيفكر ويتصرف بطريقة مختلفة. تفكيرك هو اللي هيخلي دماغك تشتغل وتخليك تخطط، يا إما تبقى غني يا إما تبقى فقير. لأن أنت لو زودت تفكيرك الإيجابي في الفلوس، ده هينعكس على شعورك وعواطفك، وهتلاقي نفسك بتفكر وتتصرف في اتجاه إنك تعمل فلوس. لكن لو تفكيرك ومعتقداتك كانت سلبية هتفضل فقير. يعني على سبيل المثال، إحنا في أزمة اقتصادية والأسعار بتزيد، ممكن يكون عندك تفكير سلبي وتشوف إن ده حاجة صعبة لأن الأسعار زادت عليك كمستهلك. أنت وجهت تفكيرك للمشكلة وإزاي هتدير وتدبر مصاريفك. واحد تاني فكر إن في ظل الأزمة دي إنه لازم يشوف طريقة يزود بيها دخله،
إزاي يستغل الفرص اللي بتبقى موجودة في الأزمات، ووجه تفكيره إزاي يستثمر ويعمل مشروع. يعني هنا واحد وجه تفكيره أنه يفكر في زيادة الأسعار وركز على المشاكل، وواحد تاني وجه تفكيره أنه يزود دخله وركز على الحلول. طب تفكيرك ده بيجي إزاي؟ لما بنتولد بيكون عقلنا عبارة عن صندوق كبير وفاضي، وبيبتدي عقلنا يجمع المعلومات واللي غالباً بنورثها من اللي قبلنا، وممكن تكون غلط. في الأول بيكون العقل لسه مقدرش يتحكم فيك، لكنه بيجمع المعلومات لحد ما يجي الوقت اللي عقلك يبتدي يوجهك، بس هيستدعي المعلومات اللي انت دخلتها له ويبتدي يوجهك. فلو انت دخلت لعقلك معتقدات وأفكار سلبية زي إنك فقير وعمرك ما هتبقى غني ومش هتعرف تعمل فلوس وغير من المعوقات اللي ممكن تدخلها لدماغك، فعقلك هيقولك كل الأفكار اللي بتدور حوالين المعوقات اللي انت سجنته فيها، وهتقابل كل اللي انت دخلته لعقلك وصدقته. لكن لو انت دخلت لعقلك أفكار إيجابية زي إنك تستحق إنك تكون غني وإنك ممكن تعمل فلوس وإن أي مشكلة بيكون فيها فرص، عقلك هيشتغل يدور على الفرص اللي تخليك تبقى غني. يعني أنت اللي بتوجه عقلك أنه يفكر في المشاكل، أو أنك توجه عقلك أنه يفكر في الحلول. هنا بيجي واحد اسمه براين تريسي في كتابه كيف تصبح ثرياً بطريقتك الخاصة، وقال أن معظم الأغنياء عصاميون وبنوا نفسهم من الصفر، وأنهم استغلوا قدراتهم واستغلوا الفرص، وأنك لو قدرت تعمل اللي عملوه الأغنياء هتبقى غني وهتنجح. ومش معجزة إنك تبقى غني، وده مش حظ ولا صدفة، لكن بكل بساطة ده بيرجع لقانون السبب والنتيجة. فلو أخدت بالأسباب هتحصد النتيجة، وامتلاك الرغبة إنك تبقى غني هتخلي عندك حماس وطاقة هتساعدك إنك توصل لحلمك. وإذا استمريت تعمل اللي أنت بتعمله فما تتفاجئش، لأن النتيجة اللي هتوصل لها هي اللي أنت دايماً بتوصل لها. يبقى علشان تاخد نتيجة مختلفة لازم تغير اللي انت بتعمله واللي موصلكش للغنى. السبب الرئيسي انك مش غني هو قرارك، لانك لو قررت وبذلت مجهود وما استسلمتش اكيد هتبقى غني. دايما بتسأل نفسك ليه في ناس بتقدر تعمل فلوس وفي ناس مش عارفة تعمل فلوس. الكاتب براين تريسي قال لنا ان اسباب انك ما تعملش فلوس هي: أول حاجة البيئة المحيطة. أكيد أي حد اتولد في أسرة غنية فرصته أكبر إنه يبقى غني من أي واحد اتولد في أسرة فقيرة، علشان كده اللي اتولد في أسرة فقيرة بيحط قدامه عائق كبير إنه صعب يبقى غني لأنه اتولد في أسرة فقيرة، وده غلط. تاني حاجة كمان عدم السعي لتحقيق الثراء من ضمن الأسباب إنك ما تبقاش غني، إنك ما خدتش قرارك أو قرارات تخليه غني علشان مش عايز تبذل مجهود وبتتمنى انك تبقى غني من غير مجهود. تالت حاجة كمان من الأسباب انك ما تبقاش غني التسويف. أكتر حاجة معظم الناس بتعملها انها تأجل عمل اليوم إلى الغد، ولازم يبقى في حجج ومبررات. رابع حاجة كمان من الأسباب الدافع النفسي عند الغالبية. طبعا لما يجي لك فلوس بتدور ازاي تصرفها وعمرك ما فكرت ازاي تستثمرها. الأهواء النفسية ورغبتك في الصرف بتمنعك إنك تبقى غني، وطبعاً ما بتسكتش إلا لما الفلوس اللي معاك بتخلص. خامس حاجة عدم التخطيط. بتقضي كل يوم بيومه، ولو خططت يوم بيكون بالعافية وعلى المدى القصير، ومفيش تخطيط على المدى الطويل. كمان عدم وجود رؤية. مفيش تخطيط طويل المدى يبقى مفيش رؤية ولا هدف، ومفيش سعي علشان تحقق الهدف، ومش هتبقى غني. زي ما تريسي قال لنا في كتابه ووضح لنا أسباب إنك ما تبقاش غني، وضح لنا برضو إزاي تبقى غني، وقال إنك دايماً بتسأل نفسك سؤال: إزاي أبقى غني؟ إزاي أعمل فلوس؟ أنت لما بتبقى واثق في نفسك وحاسس إن ممكن تبقى غني هيأثر على طريقة تفكيرك، وهيزود إيمانك بنفسك، وهيساعدك إنك تحقق الهدف وتبقى غني. ومن المبادئ المهمة اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار مبدأ الزراعة والحصاد. أي شيء هتزرعه هتحصده، فبالتالي هنا لابد تعرف أنت بتزرع إيه وهتحصد إيه. فكر كمان زي ما الأغنياء بيفكروا،
كل الأغنياء بيفكروا إن معاهم فلوس ويعرفوا يعملوا فلوس ويعرفوا ينجحوا. ولازم تعمل أو تشتغل بجد، لازم تشتغل وتتعب لحد ما تحقق النجاح. كمان أتقن عملك، لازم تعمل شغلك كويس علشان تنجح. كتاب كيف تصبح ثرياً بطريقتك الخاصة قال لنا لازم تاخد خطوات علشان تبقى غني. خطوات تحقق الثراء زي إيه؟ زي الرغبة في الثراء. لازم يكون عندك رغبة ملحة إنك تبقى غني. كمان لازم تاخد القرار اللي بعد الرغبة، لازم يكون في قرار عملي وتصبر وما تستعجلش. ولازم تتحدى العقبات اللي هتواجهها. خليني أقولك، الكتب اللي بنركز عليها ممكن كتير مننا يعتبرها كلام نظري، لكنها مهمة لأنها بتأهلنا نفسياً وعقلياً علشان نكون أغنياء. بس في برنامجنا إزاي تعمل فلوس هنحاول نكمل اللي الكتب ما عملتوش، هنحاول نقدم لك الجزء العملي. هتلاقي معانا قصص حقيقية من مصر إزاي نجحت، هتلاقي معانا مؤسسات تمويلية هتمول لك مشروع، وهنعلمك إزاي تنفذ مشروعك، وفي بعض الأحيان هنعرض عليك بعض الفرص اللي ممكن تستغلها علشان تحقق حلمك. تابعونا بعد الفاصل مع الدكتورة مروة خضير في فقرة يلا نساعد. فاصل وهنستناكم.